كانت حلقه جديده وكمبس والجماهير. النهارده كل عام وانتم بخير، احنا خلاص ايام العيد الاضحى يعني المبارك، كل عام وانتم بخير وعلى الامه الاسلاميه والعربيه والعالم كله يا رب يبقى بعالم بسلام وبصحه وسلامه، والغمه بقى تتشال وكورونا وما ادراك ما كورونا ان شاء الله تروح. دلوقتي احنا الاسبوع الاخير في الدوري الانجليزي، طبعا صراع الدوري الانجليزي بيدينا درس بيدي الدورات العربيه واي دوري تاني ازاي سبحان الله بدون جماهير واثاره وبجماهير وبإثارة. فالدوري الإنجليزي فعلا الدوري رقم واحد في العالم. الأسبوع الأخير ضرب نار، الأسبوع الأخير ماتشات مش هتقدر تغمض عينيك، اقعد قدام التلفزيون ما تسيبش السبع مباريات، لأن أنت في ست فرق من السبع مباريات قاعد منتظر، ثلاثة في القمة وثلاثة في القاع، الثلاثة اللي في القمة مانشستر تشيلسي ليستر 63 63 62 نقطة، واللي هيفوز الماتش ده من خلاص إنه يكون في المربع الذهبي. فالماتشات ضرب نار طحن. الهبوط عندنا طبعا نوريتش خلاص باي باي، ما كانش موفق السنه دي هبط، وفي بورتسموث واتفورد واستون فيلا، بورتسموث 31 واتفورد 34 34، الطحن في القمه والقاع. الدوري الانجليزي عودنا على كده، فانت الاخر صفاره، الحكم يصفر قاعد قدام التلفزيون عايز تشوف نتيجه المباريات. فانصحكم اوعى تغمض عينك واوعى تسيب الاسبوع الاخير من الدوري الانجليزي، دوري مشتعل، دوري ملتهب، الدوري على صفيح ساخن، ومصائب قوم عند قوم فوائده. يعني اللي هيفوز مانشستر يتمنى خسارة تشيلسي، تشيلسي يتمنى خسارة ليستر، يتمنى خسارة مانشستر وتشيلسي. وطبعا عندنا الهبوط بورتموث واتفورد واستون فيلا، طبعا 31 بورتموث ما قداموش غير لازم يفوز، لازم يفوز. واتفورد واستون فيلا نفس الثلاث مباريات كله بيلعب على المكسب، ما فيش حد بيلعب، التعادل ممكن يفيد بس اذا الفرقة التانية اللي معاك في نفس النقاط خسرت. فسبع مباريات قوية جدا، اتمنى انكم تشوفوها، واتمنى انكم تشوفوا الدوري لاخر الدوري الانجليزي اللي متعنا من اول اسبوع لاخر اسبوع. طبعا تشيلسي لازم يفوز، مانشستر لازم يفوز، ليستر لازم يفوز، لان مفيش حد هيضمن، اللي هيلعب على التعادل ما يضمنش الفرقتين التانيين تعمل فيهم ايه. فطبعا الدوري اقوى ماتش انا اعتقد اللي هيبقى الماتش القوي جدا مانشستر وليستر، ده ماتش يعني اوعى تغمض عينك، مانشستر لازم يفوز او يتعادل، اذا خسر تشيلسي بس انت ما تضمنش تشيلسي يخسر تمام. فليستر ما قداموش غير انه يفوز، لازم يفوز. فهي الدوري قوي والدوري متعودين منه على المتعه، فارجو انكم تتابعوا الدوري الانجليزي. السبع ماتشات ضرب نار ضرب نار ضرب نار، الثلاثه اللي في القمه مانشستر تشيلسي ليستر، ولا هنشوف واتفورد واستون فيلا بورتسموث، مين اللي هيكون من السعداء من الهبوط اللي هيبقوا الموسم الجديد، ومين اللي هيلعب في دوري ابطال اوروبا. اشوفكم الحلقه الجايه واتابع معاكم الماتشات، لان الماتشات ضرب نار. السلام عليكم، ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وكومنت. السلام عليكم ورحمه الله.